السماء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله السماء الحمد لله الحمد لله احمده ولستعينه ولستهديه بنفره ونعوذ بالله بشلول وفسنا ومن سيئات عملنا بالله دي الله فلا مدل له ولا مدلل فلا جده وليه منشده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ملك ولا ملهم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزابنا وقادنا وكل جالوننا سيدنا محمد النبقاس النسول الله صلاة رب السلام هو عليه ولأهله واصحابه وجلته وزوجه ونزاهم بالإحسان على لوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله انسيكم وإياي وديك والله وحسكم على ذاتي ومحسكم وبين أسياني ومن خلفات عمله واستمتعه بالذي وخيل أما بعد قال تعالى في كتابه العزيز لا أيها الذين آمنوا إذا نودي يوم الصلاة من لوم الدمى فسعوا على ذكر الله وسنبيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا كنت يأتي الصلاة فاتصلوا في الأرض وانتقلوا بفضل الله واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وزاد لا تتنهوا له وان ادبتوا اليه وتكوكت قائمه كل ما عند الله خير من اللهو ولا الدجاله وله خير النزيكين سلك اللهم العظيم وقولوا عليه السنة والسلام من يسلم على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج بيت من استطاع عليه سبيله صلى الله عليك وسلم رسول الله صلى الله عليك وسلم لنبي الله صلى الله عليك امن اتيت الامانه ومن يغفر ساله ونجحت الامه جزاك الله كل الجزاء صلى الله عليك وعلى اهلك واصحابك اجمعين نعمل سلحا فين نفسه ومن ساء عليها سمع لبكم جلدون وقول قولي هذا واستغفر الله في دعاء في دعاء يلا يعني في دعاء في دعاء سمع يا شباب سمع يلا يا شباب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد معين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نبا بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
والعالمين محمدك. اللهم أيّد سلام نزل المسلمين. آمين. اللهم أيّد سلام نزل المسلمين. آمين. ولي مثل أولينا كلمة حكي والدين. آمين. ألا وكلوا خيلا لهم ألا قفلت ولهم ما لفلت ولا مريض إلا شفيته وعفيت للحن للغيب. ألا ننزل أخوانا فلسطين والعراق والسيسان وأفغانستان وجاورتنا كيف وبطات النول رغم اللي ضل إذا بلد آمن بكمله وسألوا بلاد المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وخيرا هنا لعلي وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا زوادا زوادا مباركا ميمونا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.